الايد هي اللي بتجيب الفلوس، المهنه اللي بتجيب الفلوس. والله يا اخوان بنشف ريقك حتى تلاقي لك واحد دهين، بنشف ريقك تلاقي واحد تبع مواسير، بنشف ريقك حتى تلاقي لك واحد بليط، يمكن لانه انت ما احتجتش فمش عارف قديش نقص الحق. بنشف ريق الواحد حتى يلاقي مثل هذه المهن. وروح قول يا مهندسين بنزل لك كم ألف طلب، قول يا أطباء كم ألف طلب، يا قانونيا كم ألف طلب. فأنا بوجه إخواني وخواتي خاصة بعد ما طلعت نتائج التوجيه، توجهوا إلى المهن، المهن هي اللي بتجيب فلوس. والله الشهادات ما بتجيب فلوس، واليوم قديش في عنا حاملين للدكتوراه عاطين على العمل. 38,000 طالب طب في الأردن، 38,000 هذيك اليوم نشروا الأرقام. فعندك المهن هي اللي بتطلع فلوس. فأنا بحث إخواني أخواتي نتوجه باتجاه المهن. فعلى كل حال نرجع على السؤال، الأب اللي بيعطي لأولاده أو الأم تعطي لأولادها، فلازم تعطي الأولاد والبنات مثل بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا في إذاعة يقين وبرنامج هم كمي بالتعاون مع شاشة عمان تي في، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. قولوا اللهم آمين. وبرحب كمان بكل إخوان أخواتي اللي متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك، فحياكم الله جميعا. وإن شاء الله احنا هدفنا دائما وأبدا نوعي الناس بدينهم بقيمهم بأخلاقياتهم. ولذلك قديش الإنسان بيكون مبسوط إن الناس بتستفيد، لكن كمان لما بيتصل أي واحد من إخواننا مسيحي بيقول لي أنا مسيحي وأنت بتعلم أولادي، أو والله أولادي ما وفوت لك حلقة، معناته إحنا منخاطب القيم، منخاطب الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس كل الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليه، يعني كل الناس لا تبديل لخلق الله. طب واللي بيلعبوا بيلعب بالفطرة قاعد، فاللي قاعد بيلعب بالفطرة هو بيحارب فطرة الإنسانية، مش بيحارب بس الدين، لا، هو لما بيحارب الدين بتحارب الله عز وجل. لما بتحارب فكرتي أنت أنا واحد لواحد، لما بتحارب مؤسستي أنت واحد لواحد، لما بتحارب هكذا، لكن لما بيحارب الدين يحاربون الله. وعاد شوف ربنا سبحانه وتعالى مين بيغلبه، لا غالب إلا الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وبالمقابل وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. فأنت تتعامل مع الله عز وجل. فإحنا هدفنا إن شاء الله دائما أنه نذكر الناس بالقيم بالأخلاقيات، بالشيء اللي راح نتحاسب عليه أمام الله تبارك وتعالى. هاي القيم والأخلاقيات جزء منها عبادات، وجزء منها معاملات، وجزء منها أخلاقيات، وجزء منها قيم، وجزء منها منهجية، وهكذا. هذا كله مجموع شو اسمه؟ اسمه الدين، اللي دائما مركز عليه. هي ثالث حلقة مركز على أن الدين هو منهج الحياة، الطريق اللي بتمشي فيها، منهج في الحياة. واحد بده يسافر، بده يروح على المطار، وهو طالع مثلا من عجلون بده يروح على المطار، بنقول له المنهج تبعك أن تتوجه باتجاه الجنوب عشان توصل على المطار، لأنه المطار بالنسبة لعجلون في الجنوب. إذا رحت اتجاه الشمال تراك بتروح على إربد بعدين على سوريا. فأنت منهجك وين؟ المنهج هو الطريق الذي يوصلك إلى مبتغاك. فأنت مبتغاي حياة سليمة وكريمة وعفيفة بدك الدين، معناته منهجك الدين. واللي بيقول لك أوروبا ما عندهم دين، لا، عندهم منهج اللي هو القانون، عندهم منهج اللي هو القانون، لكن هذا القانون وضعي. طيب شو رأيك القانون حطه الله؟ إذا كان القانون الوضعي لما طبقته أوروبا على الجميع وصلوا اللي وصلوا له، طبعا مع كثير ملاحظة بس بمعنى بالجملة يعني، أيوة، فما بالك لما تطبق قانون ربنا. المشكلة مع لا مطبق قانون، لا مطبق قانون الله ولا عبد الله، هذا حياة فوضى. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا
ما ينفعنا. قولوا اللهم آمين. احنا متواصلين معكم على 569-33-77، فحياكم الله جميعا. نبدأ باستقبال اتصالات، فيا مرحبا بكم. معنا اتصال. ألو، 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 السلام عليكم. ألو، يا مرحبا. السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتور؟ الله يخليك. الله يسلمك يا أختي، تفضلي. أنا بحكي أم محمد. هذيك المرة بحكي أم محمد، حكيت معك من عقبة. والنعم منك يا أم محمد، تفضلي يا ستي. الله يفتح عليك، يلا يفتح عليك. حكيت معك بالنسبة لابني عشان الكهرباء مقطوع عليه. نعم، طيب، بس تخلي تلفونك عندنا يا أم محمد، وبشوف إخواننا صار على مساعدته شيء وحاضرين. شو اللي بيطلع بيدنا إحنا جاهزين. تومري أمر خيه. معنا كمان اتصال. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أخوي. يا مرحبا، هلا بيك، الله يسعدك يا أخوي. أنا بدي أسأل سؤال. نعم. هسا أنا اللهم صل على محمد، علي أجار دار مكسور وعلي كهرباء مكسورة، فأنا يعني دين ما حدا أخي داين. أنا هسا موظف بشتغل في روضة. لو أنا أخذ قرض من البنك على قد حاجتي اللي هي أنا اللي علي المبلغ اللي علي، عادي ولا شو؟ هو أقول لك القرض الربا ما حد راح يقول لك عنه حلال، لا أنا ولا غير بيقدر يقول عنه حلال. يعني موضوع إنه آخذ قرض الربا ما حد راح يقول لك عنه حلال، بس يا ريت إحنا يكون في عندنا ناس، يعني زي مثلا الأخت الآن، شو حاجتها 200-300 دينار؟ طيب بدل ما إنه تروح تأخذ قرض ربوي، يكون واحد يقوم يقول لك أنا بدينها. يعني في بعض الناس الصدقة بقول لك أنا أولادي أولى ظروفي إلى آخره. طيب زي هيك دين. ما هو المشكلة دين، مين بدين يعني مبلغ زي هيك؟ ما لا، أنا بحكي لأخواننا، لأن في بعض الإخوان لما بيسمع الكلام يعني بتتضح الصورة قدامه. فزي زي أختنا أم محمد، واحد بدينها دين وبستدهم سداد. في بعض الناس الصدقة مش بقول بتعز عليه، بس الصدقة بقول لك أنا عندي ظروف ما تسمحيش أتصدق، أو حاط القرشين على الجانب بديهم لشغل معينة. فمثل هيك يا أخوان بكون دين. على فكرة بالمناسبة، أجرة الدين عند الله، أجر الدين عند الله عز وجل أعظم من أجر الصدقة. الصدقة الحسنة بعشرة، الدين بيبدأ من 18، الحسنة ب 18. فريت زي هيك الحالات هاي يا أخوان، إذا في حدا بيحب يداين. على كل حال خلي تلفونك عندنا يا أم محمد، وإحنا إذا في حدا بيحب يتبرع أو يساعد في أي حالة، على 56-56-145 56-56-145. الله يحييك يا أم محمد، وخلي تلفونك عندنا، إن شاء الله الأمور تنحل. يا مرحبا، معنا كمان اتصال. يعطيك العافية. ألو، محمد نوح. يا مرحبا. أنا أم عندي بنتين وما عندي ولد، وعندي بيت، هذا البيت نعم. اللي باسمي، وبنات واحد متجوز واحد عمره 22 سنة، حابب إني أعطيها سجن هذا البيت باسمهن، هذا حلال يعني ولا بس بحرام ولا إشي؟ لأنه ما يشغل البنت هذه. أنت مين في عندي غير البنتين؟ أبوها متوفي. انت مين عندي غير البنتين؟ غير بس بنتين وبس. فبدك تسجيب اسماء هن الثنتين؟ ما خلفت ولا غير بس بنتين. حاجه اسجلهم باسماء هن البنتين، هذا حلال يعني ولا حرام؟ بصير بدك تسجلي باسماء اولاد بناتك الثنتين، بصير ما في مشكله. بصير النص بالنص يعني. ما فيها مشكلة يا أختي، ما فيها مشكلة. لحالها وحدني قاعدة أنا وياها. فأنت بدك تسلي بأسماء بناتك الثنتين، ما فيها مشكلة.
الإنسان في حال حياته يا أخواننا مسموح له أن يعطي، لكن بشرط أن يساوي بين الأولاد. ولما نقول أولاد نقصد بها الأولاد والبنات، يسوي بينهم جميعا في العطاء. نيجي على الحالات الاستثنائية، والله في أب عنده ابن يعني أحوج من غيره، هالأولاد كلهم درسوا جامعات وتوظفوا وما خلص الجامعة مثلا، مع أنه اليوم في بعض الناس مش دارس جامعة ولا تطلع فلوس قدر متخلصين الجامعات كلهم، بس إحنا كمثال توضيحي بنقول. وفي بعض الأعمال يدوي اليوم أفضل من شهادات عليا. ولذلك أنا أحث إخواني الطلاب اليوم لا تتعلقوا بآمال البكالوريوس ولا بآمال الجامعات، الإيد هي اللي بتجيب الفلوس، المهنة اللي بتجيب الفلوس. والله يا إخوان بنشف ريقك حتى تلاقي لك واحد دهين، بنشف ريقك تلاقي واحد تبع مواسير، بنشف ريقك حتى تلاقي لك واحد بليط، يمكن لأنه أنت ما احترتش فمش عارف قديش نقص الحق. بنشف ريق الواحد حتى يلاقي مثل هذه المهن. وروح قول يا مهندسين بنزل لك كم ألف طلب، قول يا أطباء كم ألف طلب، يا قانونيا كم ألف طلب. فأنا بوجه إخواني وخواتي خاصة بعد ما طلعت نتائج التوجيه، توجهوا إلى المهن، المهن هي اللي بتجيب فلوس، والله الشهادات ما بتجيب فلوس. واليوم قديش في عندنا حاملين للدكتوراه عاطين عن العمل، 38 ألف طالب طب في الأردن، 38 ألف ألف هذيك اليوم نشروا الأرقام. فعندك المهن هي اللي بتطلع فلوس. فأنا بحث إخواني أخواتي نتوجه باتجاه المهن. فعلى كل حال نرجع على السؤال، الأب اللي بيعطي الأولاد أو الأم تعطي لأولادها، فلازم تعطي الأولاد والبنات مثل بعض، تمام؟ متى بنكسر القاعدة هاي؟ إذا كان أحد الأولاد في له حاجة معينة، يعني في أبوه اشتغل ومعه ابنه الكبير اشتغلوا وهم الأسس العيلة ودرس إخوانه وعمل، هذا الابن كان يشتغل ويصرف مع على إخوانه، فيجي الأبو زاد حصة فيه، سجل له قطعة أرض، سجل له شقة، المهم يعني بما يعادل التعب اللي تعبه. ماشي الحال، البنات كلهم يتزوجوا، في عندنا واحدة ظلت في البيت صار عمرها 60 سنة وما تزوجت، رحنا سجلنا لها الشقة، تمام؟ بصير. إذن حالات استثنائية، لكن الأصل أنه يكون في مساواة بين الكل. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا أمه؟ الله يسلمك طول عمرك، تفضل يا ستي. الله يزيد فضلك. أنا بدي أسألك سؤال. نعم. طلعت عمرة مع واحد ما بعرفه، بس قلت له أنت أخوي بالله، هو صاحب جوز بنتي، بصير اللي أقول له أنت أخي بالله عشان طيب. رجل يعني تخويت أنا وياه. لا يا أختي، ما إحنا كلنا إخوة بالله، بس إحنا في حالة العمرة بده يكون محرم. هو مش محرم، أنا ما بده يكون محرم عند بنتي أزورها. أيوة، ما هي العمرة وغير العمرة بده محرم. إذا العمرة بده محرم كيف السفرة؟ يعني بطولني حرم. طيب أنت بإيش سافرتي، سيارة ولا طيارة؟ لا سافرت بطيارة. لحالك يعني ولا كان معك حدا؟ كان معي صاحب جوز بنتي وشروة لحيتك يعني. ولا تهوني بقى، احنا على كل سافرتي ورجعتي؟ الحمد لله، فضل الله علي. يا الله الحمد لله عسى. وشلون هالبنية ان شاء الله كويسة؟ ماشي، بطولني حرام يا امي. ما حتى رحت وجيت، انت بعد ما خلصت جيت تسألي. طب ماني بدي اكفر عن ذنوبي يعني بلا مؤاخذة. طيب شو بدك تسوي كفارة؟ انت انا بطرح عليك، وانت يعني انا ما بعرف في هاي الاشياء. لا ما لهاش كفارة محددة هاي، انا فاهم عليك. طيب اول نقطة بدي اقول لك اياها، الله يبارك فيك اللي بتسأل عن امور دينك.
الله يرضى عليك. هاي رقم واحد. رقم اثنين، الله يبارك فيك اللي شاد حيلك مشان إذا في عليك ذنب تكفري، ها ترى كثير كويسة. الشغل الثالثة، السفر بده يكون في محرم، لكن أنا وجهة نظري وليست فتوى، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه حتى تصير الضعينة فتحج بيت الله لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. بعض العلماء قالوا ما دام الأمان موجود بجوز المرأة تسافر، فأنت إن شاء الله سافرتي ورجعتي والحمد لله على السلامة وكفرة معك. الله يطمن بالك، الله يجزيك كل خير يا رب. شكرا لك، هديت نفسي. الله يسلمك. أخذتي لها معك زعتر وهيك ولا شو أخذتي لها؟ جميل. يوم رحت حضرت ولادتها بنتي غاد. أيوة بالسلام، الحمد لله على سلامتها ومبروك ما جاكم. الله يسلم عمرك، شكرا لك، الله يجزيك كل خير. اطمئن قلبي يا مرحبا. الحمد لله على السلامة، أحبك بالله زي ولادي. الله يطمن بالك دائما، الحمد لله على السلامة. شكرا يا مرحبا، الله يجزيك الخير، الله معك يا أمي. أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا، في أمان الله. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخنا العزيز. عليكم السلام. يا مرحبا. الله يسعدك. والله يا شيخ إني بحبك في الله وبحب أحضر دروسك. الله يحبك ويكرمك ربي. يا رب ادعينا إنه نروح عمرة إن شاء الله برفقتك. الله كريم، الله كريم، إن شاء الله الله كريم. إن شاء الله. بلكي بشهر واحد روحنا إن شاء الله. تعمل حسابي اني اروح معكم. حاضر حاضر ان شاء الله. حاضر يا شيخ، ما شاء الله عنك وعن دروسك، والله علمتنا اشياء كثير ما شاء الله عنك، الله يجزيك كل خير. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. بس اضيف احكي لك شغله، انا من تقريبا من 10 سنين من فضل الله يعني بعد وفاة والدتي الله يرحمها، يوم الجمعة من أذان العصر لبعد أذان المغرب ولا بساوي إشي ولا برد على التليفون، بس بظني أصلي على النبي. فبدي كيف طريقة أني أوصلها لإلمي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شو بعد ما تخلصي، بعد ما تخلصي صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعد ما نخلص قراءة قرآن مثل سورة الكهف أو غيرها أو قراءة الفاتحة، أي عمل صالح، أي عمل صالح ما عدا الشهادتين والصلاة، أي عمل صالح بس أخلصه، بقول اللهم إني قد وهبت ثواب ما قرأت أو الثواب الحاصل، على الجهتين جائز. اللهم إني قد وهبت ثواب ما قرأت إلى روح النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من جنابه الشريف إلى فلان وفلان وفلان واللي بدي إياهم، فالأمور سهلة. اللهم إني قد وهبت ثواب ما قرأت أو الثواب اللي حصل لي لروح النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من جنابه الشريف إلى فلان وفلان، وبعد ما مين ما بدي. ولو كثرنا عدد الأموات ما فيها مشكلة، الواحد وهب لا هنا عام من ذا طرف بالباب وقف يا غافل خف من. يا مرحبا، حياكم الله جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همك همي بالتعاون مع شاشة عمان تي في. ومعنا اتصال. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية، أنا آسف بحكي معك خارج نطاق البرنامج. الله يحييك يا أخوي، كل احترامي لك. دكتور أنا ما خليت باب إلا دقيته أول شيء، وقاعد أدور على وظيفة وما خليت لا نائب ولا أروح على الوزير، رحت وزير بلديات ما خليت له أي وسيلة، ورحت وزير أوقاف كل ما أروح واحد يقول لي ما في إلا على طريق ديوان خدمة، طريق ديوان خدمة مش قادر أسجل فيه من مرة، وسجلت عن طريق النت على طريق الأوقاف. ليش مش قادر تسجل؟ نعم. ديوان الخدمة ليش ما تسجل فيه؟ مش قادر أسجل فيه، كل مرة أطلع ديوان خدمة مش قادر أخذ دور ديوان خدمة. وما في حل إلا. قديش عمرك يعني؟ نعم. قديش عمرك؟ ديوان الخدمة شو مشكلتك مع ديوان الخدمة تسجل؟ طب شو مشكلتك مع ديوان الخدمة تسجل فيه؟ سجلت بس إذا في شاغل بسجلوني بيه.
بس مش عارف. طيب انت ايش ممكن تشتغل؟ ما انا بشتغل، انا حاس فيك اخوي محمد. انت ايش ممكن تشتغل؟ ضل مع بليط مع قصير مع اي شيء. اي وظيفة بدك يعني؟ اي وظيفة، اي شيء اي شيء يعني. واحد بده واحد يستمي، لان انا ساكن بيت اجار وعندي اربع اولاد، وسجلت انا طلب الاوقاف قبل فترة، سجلت فيها وبعرف شو عم نطلب الله، ونطلب الله ونطلب الناس اللي يشربوك بالخير. ما هو يا اخوي حتى الاوقاف هم كلهم يعني متعارف نظام حكومه كله على ديوان الخدمه المدنيه، مشان ما يصيرش فيه تجاوزات وما يصيرش فيه يعني كل واحد يحفظ دوره. بس على كل حال انت يعني احسن شيء لك شغله اعمال حره، خلي تلفونك عندي واذا قدرت اساعدك بشيء حاضر، يعني نشوف لك شغله من الاعمال الحره تشتغل فيها، خلينا اشوف لك. حاضر، خلي تلفونك عندي، المستعان بالله. وإذا أحد من إخواننا بيسمع المكالمته وبيحب أنه يشغل الأخ عنده بأي وظيفة من الوظائف، يعني دائما بيكون في وظائف بدها أيدي عاملة، لعل الله يكتب له نصيب. وترى اللي مثل هيك اللي بيكون محروق دمه على الوظيفة، ترى هذا بيكون ماسك فيها بديه وجري، يعني بيكون أمين وبيكون بتقنها مشان يتمسك فيها. فلما يكون في واحد محروق على الوظيفة ويكون في واحد يعني حاب الوظيفة، ترى بيتقنها. فخلي تلفونك لعل الله عز وجل. معنا اتصال، يا مرحبا فيك. معنا اتصال. ألو ألو، يا مرحبا. كيفك دكتور؟ كيف حالك؟ أنا بحكي، الله يحييك ويسلمك، بحكي معك من قطر. الله يحييك، أنعم وأكرم. الله يحييك، أهلا وسهلا دكتور. شاكر إلك على كل الإجابات. عندي سؤال، بس السؤال بتعلق في موضوع، عنده عدة أسئلة ممكن يعني يأخذ منك وقت الجواب لنا عليه. نعم. لو سمحت. تفضل يا سيدي. الله يحييك. ألو، يا مرحبا، تفضل. سامعك انا، تفضل يا سيدي. يا سيدي، احنا بنعرف انه الدين الاسلامي اجى والغى العبوديه، ولكن نعم. كان هناك عبيد بيملكهم المسلمين بعد الحروب والثورات، حتى في زمن الرسول وفي زمن وحتى في الحروب الاسلاميه الفتوحات الاسلاميه. فممكن لو سمحت تفسر لنا هذه النقطه. في نقطه ثانيه، السبايا والجواري اللي كانوا يأخذوهم من الغنائم يعتبروا كمان عبيد، وهل كان غير السبايا يكون كمان من الأسرى ويأخذوهم المسلمين؟ بعدين السؤال كان لك فيها نقاط، يعني لأن الموضوع في بعضه، شو الفرق بين العبيد أو العبد والملوك؟ وبناء عليه المماليك اللي هم وقفوا زحف الأحرار، هل كانوا بين عبد أو الملوك بعدين صاروا يعني أحرار؟ والنقطة الحالية والنقطة الرابعة كمان، شو المقصود فيما ملكت أيمانكم؟ يعني معنى هدول والجواري هم تود فيها ما ملكت أيمانكم؟ وطولت عليك بس نقطة، في العصر الحالي إذا كان في هناك حروب بين المسلمين والمسلمين، هذه الأحكام السبايا والعبيد والأمور هاي كلها طب كذلك، ولا هذا العصر انتهى؟ وأنا مشكور لك. تمام، ضل أي أسئلة يعني؟ حاول إذا في حواليك أسئلة. لا، هذول هم بس أرجو تكون يعني هذا واضحة يعني إن شاء الله. ان شاء الله، الله محييك ربي. يا مرحبا فيك. انا العفو طلعت على الساعه بس مشان اشوف معنا وقت نجاوب او ناجل الحلقه القادمه، بس هذا هو. فالله يحييك ربي ويا مرحبا فيك. يعني هو الموضوع بتعلق بنظام الرق ككل. نظام الرق هذا نظام معروف قبل الاسلام، وهو نظام اجتماعي معروف من قبل الاسلام. فلما جاء الاسلام كان موضوع الرق موجود،
فتعال يا إسلام علشان نعالج موضوع الرق، لأن الإسلام لا يقبل بالرق ولا يرضى بالرق. الإسلام بيقول في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، القرآن الكريم بيقول خلقكم من نفس واحدة، القرآن الكريم بيقول وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الحديث النبوي الشريف بيقول لا فضل لعربي على أعجمي. طيب، فالإسلام الآن إجا على مجتمع قاعد مليء بالرق، بدي يقعد الآن يعالج. فلو الإسلام مرة واحدة حرم الرق مرة واحدة بيسوي عنا كارثة مالية وكارثة اجتماعية. الكارثة المالية إنه في عنا أسواق للعبودية، أسواق يعني مثل تجار السيارات الآن. تخيلوا أنه تجار السيارات الآن يصدر قرار من الحكومة بيقول أنه كل هذه السيارات المملوكة لتجار السيارات تصبح ملك للدولة. شوف قديش العالم انكسرت. فلو جاء الإسلام من أول يوم وقال كل عبد يعتبر حر، أول نقطة بيعمل كارثة اقتصادية في كل المسلمين، لأنه العبودية كان لها أسواق، وهذا عنده 20 عبد وهذا عنده 30 عبد، مش عبد واحد، عنده عبيد. مثل ما يكون واحد عنده اليوم 4-5 سيارات مثلا، هو كان عنده زمان هذا عنده 10 وهذا عنده 15. لو نقرأ في كتاب سير أعلام النبلاء، وفلان الفلان كان عنده 360 جارية، وفلان كان عنده 20 عبد، وفلان كان عنده وفلان كان عنده. فلو الإسلام إجا من أول يوم وقال ألغينا الرق، بيعمل لنا أول نقطة كارثة اجتماعية، كارثة مالية. الكارثة الثانية راح يعملها هي كارثة اجتماعية، لأنه هذول العبيد، هاي طبقة العبيد، ساكنين عند أسيادهم، ماكلين شاربين نايمين متعلم، فهو واحد من العيلة. والعبد زمان مش كان خشته برا، لا، هو واحد من العيلة. فالآن لو مسكنا العبيد هذول اللي لا لهم عشائر ولا لهم حمايل ولا ايش، يقول لهم يلا على الشارع، هذا شو راح يسووا؟ راح ينقلبوا كلهم الى مجرمين. فراح تعملنا مشكله اجتماعيه. شو المشكله الاجتماعيه؟ انه في اسر راح تطلع الشوارع، هذا عبيد جايين من خارج الجزيره وجايين خارج من دول العرب وجايين خارج، فهذا لو تركته على يروح قلت له انا اليوم بطعميه وباكله وبشربه ودار بالي عليه وبتعامل معه زي ابني، تخيل هذا ارميه بالشارع، تخيل أرميه بالشارع، هذا بكره بوكر المجتمع، هذا راح يتحول لمجرم. النقطة الأخرى هي كارثة عاطفية، كارثة عاطفية، لأن العبيد مع أسيادهم كانوا يتعاملون كما الأب مع أبيه، ويتعامل الجارية مع السيد مثل ما تتعامل واحدة مع زوجها، ففي عاطفة، لأنه بديش يبروه ببيعه. فالعائلات التي فيها عبيد يتعاملون مع بعضهم بعض كما يتعامل الأب مع بقية أفراد الأسرة، ففي بينهم عواطف. فتخيل يجي الإسلام يقول لي العبد اللي عندك روحه، طب وأنا ابني متعلق بهذا العبد اللي هو صاحبه، بروحه بيجي مع بعض، يعني الأمين والمأمون واحد منهم أمه كانت عبده، فهي هذه الجارية مثل ما تقول لواحد طلق مرتك، فراح تسوي لي كارثة عاطفية. إذن جاء الإسلام إلى مجتمع فيه العبودية موجودة، ولو أمر الإسلام من أول يوم أن يحرر العبيد لوقعنا في 3 كوارث: كارثة مالية، وكارثة اجتماعية، والثالثة كارثة عاطفية. اليوم قاعد البنت الصغيرة بيموت البس تبعها، بتعبدني عياط. اليوم قاعد واحد بيكون عنده، أجلكم الله جميعا، الجماعة اللي بربوا كلاب، وبيموت الكلب يفتح له مناحة، فتخيل يكون إنسان اللي عنده. فإذا نظرتنا للعبيد في صورة بذهن إنه العبيد عطنان يضربوا فيهم، لا، مش صحيح. هؤلاء العبيد بيعيشوا داخل الأسرة كما هي الأسرة أبدا، زي الأولاد والبنات، وعايشين مع بعض وبوكلوا وبيشربوا. قد يكون لهؤلاء مجلس وهؤلاء مجلس بصير، لكن هم عايشين مع بعض عائش عائلة. فأنا لو حررت كإسلام حررت العبيد من أول يوم، بعمل كارثة مالية بالخسائر، بعمل كارثة اجتماعية إن هذول دفعتهم على السوق لبرا بدون ما إلهم لا أهل ولا لهم حدا، والنقطة الثالثة بعمل كارثة
عاطفي. طب شو الحل يا إسلام؟ قال الإسلام أنا بدي أعمل كالتالي: أوسع المخارج التي تخرج العبيد وأضيق المدخل. أضيق المدخل كيف بدك تضيق المدخل؟ طريقة انتقال الإنسان من الحرية للعبودية بدي أضيقها على الآخر. كان سابقا الواحد بجوز يبيع حاله، قال له ممنوع. كان سابقا له دين على واحد مش قادر يسده يستعبده. كان سابقا ليسرق ونلاقي السرقة عنده أستعبده. كان سابقا أروح نغزو بعضنا البعض والأسر نمسكهم سوهم عبيد. إجا الإسلام قال لا، الطريق الوحيد حتى يصبح هنالك عبودية أن يكون هنالك أسرى، مساكن أسرى. فولي الأمر اللي هو الملك، ولي الأمر إما أن يمن عليهم قلهم روح روحوا، وإما أن يأخذ منهم فداء يقول اللي بدفع 10,000 دينار بروحه، وإما أن يسترقهم. ثلاث أسباب. فصار طريقة الدخول من الحرية للعبودية ثلث مدخل، ثلث مدخل. المدخل الوحيد يكون في أسرة، وهذا المدخل هو الأسرة معي ثلاث خيارات، هو المن أو أخذ فداء أو أن أسترقهم. فبدل ما كانت هناك مداخل العبودية عملها ثلث مدخل، ضيق طريقة الدخول. والمخارج قال اللي بيفطر يوم رمضان يعتق، اللي بيحلف يمين يعتق، اللي بقتل واحد يعتق، اللي اعتق عبدا فاعتق الله له بكل يد يدا وبكل رجل رجلا يلا اعتقوا. فبدأ المسلمين يعتقوا. إذا ضيق المدخل ووسع المخارج من أجل أن أخلص من العبيد. تعالوا نكمل بعد الفاصل ضروري. فيا مرحبا بكم جميعا، مرحبا حياكم الله جميعا. طيب هذولا بالنسبة لموضوع الرق، ضيق المدخل ووسع المخارج حتى نخلص من موضوع الرقيق. طيب وموضوع ما ملكت أيمانكم؟ أيوة، هم هذول جزء من المجتمع. كان الرجل يكون عنده زوجة، يكون عنده زوجة، يكون عنده ملك اليمين. ملك اليمين مثلها مثل الزوجة، يعني إن الله لا يستعمل الحق. لو أنجبت هذه أو حملت يحرم بيعها وتعامل كما تعامل الحرة، يحرم بيعها وتعامل كما تعامل الحرة. ولذلك من أبناء الخلفاء كانت أمهم إماء، ومعنى الأمة مش طبقة دون، أو مش الأمة معناتها يعني حس سمعين غبية، لا 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 لا، في منهم صانعات للملوك، في إماء صانعات للملوك. والإماء لا يتعلق باللون، ما بتتعلق باللون. أبناء بنات الروم وقع أسيرات ثلاث، فتزوج سيدنا الحسن وحده، وتزوج سيدنا عبد الله بن عمر وحده، وتزوج سيدنا عبد الله بن عباس وحده. وما لهمش علاقة باللون، والله لونها كذا أو لونها كذا، ما لها علاقة باللون. وبعدين من هذول الإماء كانت تتقن اللغة وتتقن الفن، تتقن الموسيقى، تتقن مهارات يعني. فهاي عايشة في البيت، كيف يتعامل معها المالك؟ مالكة كيف يتعامل معها؟ يتعامل معها كما يتعامل مع الزوجة. فإذا حملت هذه الإنسان، هذه الأمة إذا حملت تصبح ابنها حر أو بنتها حرة، المولود حر، وهي تصبح اسمها أم ولد، لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. وأضف إلى ذلك اللي بتزوج بدفع مهر، يجوز للرجل أن يجعل مهرها عتقها، يجوز يجعل مهرها عتقها. ظلنا ماشيين على هذا النظام، وهو أرقى نظام في مجال العبودية، في مجال الرق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول عبدي وعبدتي، قال قل فتاي بلغة الأردنية زلمتي، وقل فتاتي هاي بنيتي، حتى ما ظل نقول له عبد وعبده، صار يرقي فيهم. وهذا نظام عالمي للكل، بس أرقى طريقة في التعامل معهم اللي هي طريقة الإسلام. ونهى الإسلام أنك تضربه، ونهى أنك تعذبه، وقال إخوانكم خولكم، إخوانكم خدامكم، هذول إخوة لكم، جعلهم الله تحت أيديكم، ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم، فأطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. ولذلك سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يمشي مع عبده ويلبس نفس جبته، نفس اللبس، ويقول إن خليلي أوصاني بهذا.
فما نتخيل هاي الأفلام اللي بالتلفزيونات إنه عن طبقة العبيد كيف كانوا يعاملوهم وتعذيب. لا مش صح، هذا الإسلام ما تعامل بهاي الطريقة. ظلينا ماشيين بهاي القصة بهذا الشكل إلى سنة 1952 أو 54 لما أعلنت الأمم المتحدة إنه إلغاء موضوع الرق، والإسلام مع أول الناس ما عندنا مشكلة. فالإسلام ضد موضوع الرق، الإسلام موضوع الرق ضد كرامة الإنسان وضد حريته وضد تكريمه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليه. ولكن الإسلام تعامل مع الواقع، لأن الإسلام مش نظري، تعامل مع الواقع، يجي على الواقع وحسنه، مش على الواجع الواقع ودمره، لا تعامل مع الواقع حتى أصبحت الناس كلها سواسية. هذا طريقة التعامل مع العبيد. اليوم ما ظل في عبيد، اليوم ما ظل في عبيد. حتى لو إنسان يجي قال لك والله أنا بدي أبيعك نفسي، لا يملكها، ما في إنسان يملك نفسه حتى يبيعها. أو إجت واحد قالت أنا بدي أبيعك نفسي وأصير أنا أما إلك، ما مش موجود. وبعدين خواتنا العاملات في المنازل هذول مش عبيد، هذول مستأجرة، هذه حرة مستأجرة، لها حرمتها ولها حقوقها ولها ولها ولها، لا يجوز التعامل معها على أساس أنها عبدة أو إنها أمة أو إنها والله طبقة دون. لا، هذه مستأجرة، هذه أجيرة، لها عقد أجرة، لكن هي سيدة وهي حرة. وكذلك اللي بيستخدمهم في البيوت بيكون مثلا طباخ أو إلى غير ذلك من المهن، بيستوردوا ناس وإلى غير ذلك، هذا هو سيد، مش عبد، ولا يتعامل معه إلا على أنه على أنه حر. أي نعم. ولذلك العبيد الإماء والرقاء وصلوا إلى مرحلة أصبحوا شكلوا دولة، شكلوا دولة المماليك في مصر، وكسر الله على أيديهم التتر المغول على يد قطز. قطز عبد مملوك، لكن وين درس؟ مين شيخه؟ شيخه العز بن عبد السلام، شيخه بائع الملوك، اسمه سلطان العلماء العز بن عبد السلام. ويريد تكتبوا العز بن عبد السلام من وين؟ طبعا لما بتروح على كتب التاريخ بقول لك وكان من بلاد الشام. ما هاي مشكلتنا احنا، في حد راضي يعترف ان احنا بلد محترمه؟ بقول لك ببلاد الشام. طب وين ببلاد الشام؟ وسيدنا بلال ترك المدينه راح بلاد الشام، وين ببلاد الشام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بات تحت شجره في بلاد الشام، وين بلاد الشام؟ وينها؟ تيجي تقول بالاردن بقول لك لا يا عمي، شو الاردن؟ النبي ما بالاردن، سيدنا بلال سكن بالاردن، العز بن عبد السلام من كفر الما، سلطان العلماء من كفر الما. وأنا بنصحكم بقراءة رسالة الدكتوراه اللي كان أعدها سماحة شيخنا أستاذ الشيخ علي الفقير، نسأل الله أن يمده بالصحة والعافية، وهي في العز بن عبد السلام، رسالة الدكتوراه أعدت في القاهرة في جامعة الأزهر، وتمت مناقشة سنة 1977، تتحدث عن الإمام العز بن عبد السلام من حيث مولده ونشأته وعلمه وفقه وقواعده. وبالمناسبة الإمام العز بن عبد السلام اللي هو شيخ لقطز وشيخ للظاهر ببرس، هو مذهب شافعي، وهو أحد أئمة المذاهب الشافعي، وكان في دولة في زمنه دولة المماليك، والمماليك هم عبارة عن عبيد، كان الملوك يقربونهم والأمراء يقربونهم، وفي لحظة استولوا هم على الملك وصاروا هم الملك، وهم عاد راجعين من المعركة. توفي الإمام العز بن السلام رضي الله عنهم أجمعين. إحنا هنا نأتي لختام حلقة هذا اليوم برنامج هم كمي عبر أثير إذاعة يقين. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة، ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة.